تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت دائرة الموارد البشرية فرع كلباء الدفعة الأولى من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، والذي يستهدف 1815 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل المسجلين بقاعدة البيانات لدائرة الموارد البشرية بالشارقة. وشملت مدينة كلبة 400 مواطن ومواطنة من مختلف التخصصات، ويهدف البرنامج إلى تزويدهم ببرامج تأهيلية وتخصصية وتدريب ميداني يمنحهم الخبرة العملية المطلوبة، مما يسهم في استقطابهم للعمل في مشاريع الإمارة. يستمر البرنامج لمدة 6 أشهر مقسمة إلى 3 أشهر تأهيل و3 أشهر تدريب، ويتضمن البرنامج العديد من الدورات والورش المساندة التي تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين وإعدادهم للاندماج في بيئات العمل المختلفة.